أهلا بكم في درس جديد دور تعلم Web Applications وذلك باستخدام Framework Django. تعلمنا ورأينا في الدرس السابق كيف نستطيع القيام بالتعديل على Database في الموديل. هنا كما رأينا قمنا بإضافة هذا الحقل الذي يعبر عن اللون وقمنا باستخدامه في Index HTML كما رأينا هنا، وأيضا تعرفنا كيف نقوم بالNavigation وذلك بطريقة ديناميكية فنستطيع الاستعلام وذلك عن طريق Index معين. وأصبح لدينا الشكل التالي. دعونا نقوم بتشغيل السيرفر. نقوم بنسخ الرابط ونراه بهذا الشكل. وإذا أردنا مثلا الاستعلام عن instance معينة نراه بهذا المظهر. وبعد نستطيع النافيجيشن خلال هذه الانستانسز كيف ما نشاء. وهنا سوف نقوم في هذا الدرس بمعالجة الأخطاء التي قد تواجهنا، وذلك إما في حال تجاوز عدد الانستانسز الموجودة في الداتابيس، فإذا قلنا مثلا 5 فيظهر لدينا هذه المشكلة والتي تصنف إكزيست، أو مثلا إذا قمنا بإدخال أحرف وهنا يواجهنا هذا الإيرور والذي هو value من حيث الداتا تايب. فهذه المعلومات وكثافتها قد تؤدي إلى جعل الأمر غير محبب ومربك بالنسبة للمستخدم. لذلك من أجل معالجتها لدينا أكثر من طريقة، إما أن نقوم هنا مثلا ذهاب في الفيو من الديانجو HTTP، نقوم بوراثة HTTP 404 وهنا سوف نقوم قوم بتراي ولا ننسى القيام بالتاب وهنا accept. ففي كل مرة عندما تواجهنا مشكلة فنقول هنا مثلا raise HTTP 404 بهذا الشكل. فلنرى الآن عندما نقوم الآن بإدخال أحرف فسوف يقوم فقط بإتباع هذا البارز، وإذا قمنا بالخروج خارج عدد المتاح من الانستنسز فأيضا تواجهنا نفس المشكلة وهي بيج نفع. أو نقوم مثلا بإدخال معالجة خاصة لهذه الإيروس، فنقول هنا في حال كان هناك مشكلة من ناحية الداتا تايب فكان هناك value error، وهنا مثلا قم بإتباع ما يلي فنقول return HTTP response وهنا نقول there is an error in the data type. وفي حال مثلا أن هناك مشكلة من ناحية page does not exist فنقول هنا data my app page does not exist، وهنا مثلا قم بالمعالجة والقول بهذا الشكل. ففي حال تجاوزنا عدد الحالات نراها بهذا الشكل، وفي حال قمنا بإدخال letters ونصوص فنراها بهذا المظهر جيد جدا، وفي حال قمنا بإدخال قيمة صحيحة نراها تعمل دون مشاكل. هذا بالنسبة لكيفية الهاندلينج على هذه الايرورز والقيام بالكاتش عليها. وأيضا نستطيع القيام بالتعبير والاستعلام هنا عوضا عن استخدام الأعداد. فمثلا إذا كان هناك لدينا عدد كبير من هذه الحالات وأردنا جلب حالة معينة من الصعب القيام بتذكرها استنادا للرقم الخاص بها، لذلك سوف نقوم بالاستعاضة عن هذه الأرقام باستخدام أسماء وليترز، وهذا ما نراه في الـ DNS Domain Name System الخاص بالويب. فمثلا إذا أردنا الاستعلام عن جوجل فنقوم بكتابة جوجل، ولكن هو فعليا هذه الكتابة تعبر عن IP، فبدلا من كتابة الـ IP مثلا أيا يكن فمن السهولة أن نقوم بكتابة الاسم فهو أقرب للذهن وأسهل للحفظ من حفظ الأرقام. لذلك سوف نقوم بتطبيق هذا المفهوم هنا، فبدل القيام باستخدام أعداد وأرقام وإندكس سوف نقوم باستخدام قيمة معينة تشير وتعبر عن هذه الحالة. للقيام بذلك سوف نكون بحاجة للتعديل على الداتابيس، وهنا سوف نقوم مثلا بإضافة slot والتي تشير إلى خالة معينة. دعونا نقوم هنا بتعريفها على أنها slot field. قد يتساءل أحدكم ما معنى هذا الحقل وإلى ما يشير؟ فعليا كما نعلم إذا قمنا بإدخال في الـ URL عبارات ونصوص تفصل بينها spaces، فعليا يتم التعبير عن هذه الـ space وتبديلها عند الضغط على Enter بـ percentage 20. تعالوا نقوم بمثال. إذا قلنا هنا بهذا الشكل فنراها percentage 20 وهنا وهكذا، ولكن عندما أقوم باستخدام start field
ففعلياً يتم تبديل هذه الـSpaces ليس بـPercentage 20 وإنما يتم تبديلها بـDash. لذلك سوف أقوم باستخدام هذا الـStock Field لأن تصبح هذه بعد القيام مثلاً بإدخالها بهذا الشكل. جيد. الآن بما أن هذا الحقل غير موجود في الـInstances السابقة، لذلك سوف أقوم مثلاً بتعريف Default Value والتي سوف يقوم باعتمادها على جميع الحالات التي لا تحوي على قيمة خاصة بهذا الفيل. فنقول هنا مثلاً go far ونقوم هنا بالتعديل على هذه الداتابيز وذلك من خلال migration كما رأينا، وسوف نقول هنا python manage by make migrations تمام، وبعدها migrate. جيد جدا. الآن إذا قمنا بالذهاب إلى الأدمين، دعوني أولا أقوم بتفعيل السيرفر run server، وهنا نقول admin. تمام، نقوم بالذهاب إلى هذه الداتا، نرى هذا الحقل تمت إضافته بهذا الشكل. جيد جدا. وهذه العبارة مشتركة بين جميع هذه الانستنسز. إذا ألقينا نظرة نراها جميعها تحتوي على go far. إذا الآن عندما أقوم بالاستعلام على هذه القيمة ففعليا سوف يقوم بجلب جميع هذه الحقول وجميع هذه الانستنسز لأنها مشتركة بينها كلها، وهذا ما يؤدي إلى توجد خطأ. لماذا؟ دعونا أولا نقوم بالتجريب. فإذا قلنا هنا مثلا بدل الاستعلام عن هذه، نقوم هنا في URLs، بدل الاستعلام عن هذه النمبر دعونا نقوم بالاستعلام عن name، طبعا هي string، وهنا في الفيو سوف نقوم بإدخال هذه name، وهنا قم بالاستعلام على أنها slug. فهذا الحقل هو موافق للاسم الذي قمنا بتعريفه هنا. أما بالنسبة للID فهو معرف بشكل أوتوماتيكي في أي جدول وأي database. سوف نرى كيف يقوم بتوليد مشكلة، لن نقوم هنا بالكاتش عليها لأنها خاصة ولا تنتمي إلى value error أو does not exist، وإنما تنتمي إلى ما يسمى multiple objects return. لنرى إذا قمنا بالعودة هنا وقمنا بالاستعلام مثلا instance لنقول go far، فنرى هنا multiple objects return لأنه قام بجلب أكثر من حالة وجميعها تحتوي على go far. وهذه المشكلة عندما نقوم هنا بالجيت فيتوقع مني أن أقوم بجلب حالة واحدة، ولكن هنا في حالتنا قام بجلب ثلاث. لذلك من أجل حل هذه المشكلة دعونا أولا نقوم ببعض التجارب للإيضاح. إذا قلنا مثلا shell وهنا قلنا from my app modules import data my app، وهنا سوف نقوم بجلب الأوبجكت. فإذا قلنا مثلا object data my app objects get وذلك id تساوي مثلا الواحد، فسوف نقوم بجلب هذه الانستنس وهذا الأوبجكت. أما لو قلنا مثلا قم بالاستعلام على go far وذلك على الصلب، فسوف تتولد مشكلة وهي multiple objects return. لحل هذه المشكلة سوف نقوم باستخدام بدل الجيت هنا سوف نقوم باستخدام filter، والخرج سوف يكون very set. فإذا ألقينا نظرة نراها بهذا الشكل، نرد جميع الحالات، وهنا نستطيع القيام باستخدام توابع الفيرست أو اللاست أو حتى مثلا الإندكس العادي. إذا قلنا مثلا واحد بهذا الشكل، فلنفترض مثلا أنه في كل مرة عندما نقوم باستخدام الفلتر لدينا قيمة افتراضية، مثلا سوف تكون الفيرست في حال كان هناك أكثر من حالة تم جلبها، ولمعالجة ذلك سوف نقول هنا فلتر، وهنا سوف نقول في حال كان الأوبجكت count أكثر من الواحد، طبعا لا ننسى الكولوم، عندها قم بجعل object objects first بهذا الشكل. لنرى الآن نقوم هنا بتفعيل السيرفر مرة ثانية ونقوم الآن بالتحديث فنراها بهذا الشكل. أما مثلا لو أردنا معالجة هذه المشكلة من أساسها من ناحية القيمة المدخلة فيجب علينا القيام بتعيين بعض الخصائص الخاصة بالسلوب،
بالتعبير عنها أنها يونيك مثلها مثل الآي دي، فلا يمكن مشاركتها ومشاركة القيمة الخاصة بها بين أكثر من الإنستانس، وهذا من شأنه أن أضمن أنني أستطيع القيام باستخدام الجيت، لأن هناك فقط حالة واحدة تعبر عن هذه الإنستانس. ونقول هنا قم بإدخال يونيك والتي هي true. طبعا بالقيام بالمايجريشن سوف نقوم هنا بالذهاب إلى الأدمن ونقوم بالتعديل على هذه القيم لتلافي المشاكل في حال القيام بالمايجريشن، وقمنا بجعلها يونيك. هنا فقط سوف نقوم بإضافة بعض التعديلات، دعوني أقوم بجعلها بهذا الشكل، وهذا من شأنه أن نقوم بتحسس الاختلافات بين هذه الإصلاحات بهذا الشكل. جيد جدا. الآن سوف نذهب Ctrl C ونقول Make Migration ومن ثم Migrate. جيد جدا. نعود الآن ونقوم بتفعيل السيرفر. تمام. نقوم الآن بالتحديث. نراها تعمل دون أي مشاكل. الآن نستطيع هنا العودة واستخدام الجيت هي الفيو، وذلك لأننا ضمننا أن الإصاق هي يونيك، فلا يوجد مشاركة في قيمتها. إذا قلنا هنا مثلا قم بجلب إنستانس تعبر مثلا جو واحد، تمام، بهذا الشكل، أو جو أربعة، تمام. طبعا هنا يجب القيام باستخدام كلمات أكثر إيضاحا وتعبر عن هذه الإنستانس، مثلا لقب، نيك نيم، وما إلى ذلك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، عرفنا فيه كيفية القيام بمعالجة الأخطاء والهاندلينج عليها، بالإضافة إلى استخدام كلمات عوضا عن إندكسز وأعداد عندما نقوم بالنافيجيشن والراوتر. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.